رسالة من ابن اليهودية إلى أبطال الشتائم والذم والكذب، وفي المقدمات لابن ثقافة داعشية هذا المدعو سنوار. أبدأ وأقول: إذا أتتك مظمة من أقص فهي شهادة لي بأني كامل. وهذا القول كم ينطبق على مجريات الحرب الدائرة ضد دواعش حماس في غزة؟ فنرى الإشاعات والاتهامات الباطلة بحق جيش دفاع، يعني على قول المثل القائل: ضربني وبكى سبقني واشتكى. ومن من؟ من سرقي أموال الفقراء لبناء الترسانات العسكرية، من سرقي الوقود من المستشفيات الذين يدعون إن إسرائيل تضرب المستشفيات، من أشباء الرجال الذين بانوا ترسانتهم العسكرية في قلب المدارس كما نكشف كل يوم، بعدين يقولون إسرائيل ضربت المدارس. كل يوم نكشف فظاعة الإجرام الحمصاوي في قلب غزة بتحويل القتال من أماكن السكان إلى ثكنات عسكرية، بعدين يقولون إسرائيل ضربت الأطفال. أبناء اليهودية لا يقتلون الأبرياء، بل أنتم يا أبناء الثقافة الداعشية، أنتم الذين احتجزتم الأبرياء ومنعتموهم من الابتعاد عن وجودكم، لأنكم مجرد حفنة جبناء تختبئون وراء الأطفال والنساء كما استقويتم على نسائنا وأطفالنا. لكن الحق لا يخفى، فإذا بسكانكم ينصتون إلى ابن اليهودية لأنهم يعرفون إننا لن نحاسب إلا من يؤذينا، فرحلوا عنكم تاركين مصيركم في أيدينا. وأي مصير كان لكم؟ فكروا منيح بكلام ابن اليهودية.